عليكم، مرحبا بكم في برنامج سمعوا بيتي. اليوم وجدنا لكم روبورتاج على رواق حقوق الطفل اللي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن فعاليات معرض الكتاب 2014 بالدار البيضاء. في الحقيقة هذه المبادرة جيدة اللي خدا على عاتق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحنا كصحفيين شباب هتمينا بالموضوع وعملنا مقابلات مع عدة شخصيات من ضمنهم سيدريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي اعطانا تصريح التالي. خلينا نضم هذا الرواق واللي يختار يعني غادي يستوفوا لك كموضوع هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم إنشاؤه يعني في مارس 2011، اذا كان مساهمه اولى يعني في برواق يعني الاول حول يعني حقوق الانسان بصفه عامه، والان وصلنا يعني لقضيه حقوق الطفل يعني ك يعني هذه المحطه، والسنه المقبله خص يكون مثلا مواضيع اخرى. هذه يعني في العمل الحقوقي قضيه عاديه، يعني كل سنه تنختاروا تيما، تنختاروا اشكاليه اللي خصنا نركزوا عليها. الهدف هو يعني اولا ناكدوا على انه يعني الدستور المغربي والقانون الدولي ديال حقوق الانسان يعني عطاو الحقوق الطفل واحد المكانه يعني مرموقه، وخص التفعيل ديال هاد الاتفاقيه الدوليه والتفعيل الحقيقي الفعلي ديال المقتضيات الدستوريه. هذه من جهه. من جهه ثانيه الاطفال كفئه يعني فئه اللي ماشي ضعيفه، ولكن يعني بصفه عامه ما عندهاش يعني في المجتمع واحد القوه. يعني اطفال ديال الناس الكبار هما اللي تيتكلموا، الناس الكبار هما اللي تيديروا القوانين، الناس الكبار هما اللي تيديروا العمل السياسي. اذا لا خص يكون الى جانب الاطفال والى جانب حقوق الاطفال قوى مجتمعيه، منها المجلس الوطني لحقوق الانسان. لهذا بغينا نقويوا الوعي بالضروره ديال كل الفاعلين، البرلمان، الحكومه، المجتمع المدني، المؤسسات الوطنيه الدستوريه، انه تكون الى جانب حقوق الاطفال. ثالثا بغينا نبرهنوا كذلك على انه الاطفال يمكن يتكلموا، راه عندهم افكار، راه عندهم تصورات، راه عندهم احلام يمكن يعبروا عليها بطريقه الرسم او بالخطاب او بالمناقشه ومساءله المسؤولين. واخيرا بصراحه من بدينا تنوجدوا هذا البرنامج احنا تفاجئنا بالقوه ديال عدد المبادرات ديال المواطنين من اجل حقوق الاطفال، يعني في كل الميادين لقينا بانه يعني راه المواطنين ديالنا تيتضاربوا على هذه الحقوق. اذا هذا الرواق هو الرواق ديالهم. كاين كل نهار على الاقل 10 ديال الانشطه، اولا داخل الرواق، منها يعني اولا عده انشطه فنيه من الرسم، روايه، ماريونات، مسرح الى اخره. هنالك تقديم يوميا جوج ديال المسرحيات اللي من طرف الاطفال، هنالك يعني كذلك مناقشات، هنالك السلسله ديال انه الاطفال تيسالوا مسؤولين كبار وزراء بحال السي بيدي الله ولا الاستاذ باسم الحقاوي وكذا. هنالك كذلك يعني على عده مستويات يعني بعد كذلك الابداعات من طرف الاطفال. هنالك عده مبادرات خارج الرواق بحال مثلا الكرميس الحقوق، او مثلا يعني زيارات لبعض الاطفال اللي ما يمكنش يجيو لمعرض الكتاب. من جهتها السيدة نبيلة تبر ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمنطقة الدار البيضاء سطات أعطتنا التفاصيل أكثر حول هذا الرواق. هذا الرواق داخل في إطار الاحتفال بذكرى 21 على مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل. والفكرة ديال تنظيم هذا الرواق بهذه المناسبة جات احتفالا منا بهذه المناسبة، وهذا فرصة أيضا لتقييم المنجزات في مجال الطفولة، وأيضا تعريف بجميع الشركاء والفعاليات اللي كتشتغل من أجل الطفل ومع الطفل، وتقييم أيضا المسائل اللي هي مازال خصها تحقق لمصلحة الطفولة بالمغرب. والحمد لله ما كانوش عراقيل، زعما كانوا واحد مجموعة من هي تعبئة ديال مجموعة من الشركاء والأطر ديال الموظفين وموظفات المجلس والأعضاء والعضوات المجلس الوطني، وكان واحد التفاعل جد جد إيجابي مع مجموعة من
من الشركاء اللي كيشتغلوا في المجال ديال الطفوله. يعني هي حقا زعما كاين شويه التعب، ولكن النتيجه كتعطينا واحد النوع من يعني لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل، يعني واحد النوع من الرضا والفرحه ديال انك تشوف واحد مجموعه من الاطفال كيشاركوا كيعبروا على الحقوق ديالهم وكيتكلموا على حقوقهم بكل يعني بكل وعي ومسؤوليه. وزعما هادشي كيجعل كاع العراقيل والتعب ما كيبقاش مهم قدام النتيجه ديال هذا المعرض. سيدة ريجينا ممثلة اليونيسف بدورها عبرت لنا على إعجابها بتنظيم هذا الروا وعلاقة القراءة بحقوق الطفل. نسمع تصريح سيدة ريجينا. C'est une chance magnifique et on remercie énormément les présidents du CNDH pour nous avoir rapprochés à cette initiative. C'est un forum intellectuel, il y a la possibilité pour les enfants de s'approcher aux livres, bien sûr, mais de s'approcher aussi à leurs droits, à leurs connaissances. Le fait d'avoir aussi des débats qui permettent la participation directe des enfants, c'est déjà l'implémentation de la convention dans les stands. Et on peut que saluer très positivement cette initiative. Elle permettra aussi aux adultes, quand ils verront les stands, les droits des enfants et aux parents, de se sensibiliser autour de cette thématique. On espère que ça continuera chaque année. Les livres, par excellence, la lecture, c'est quelque chose qu'on incite toujours, parce qu'elle est partie du développement de l'enfant. Bien sûr, ce qu'on doit faire encore plus, organisations comme les CNDH, l'UNICEF, les associations, c'est de créer des livres qui soient, comment dirais-je, friendly pour les enfants, c'est-à-dire quelque chose qui est ami des enfants, qui puisse avoir des figures, qui puisse avoir des couleurs, qui puisse donner la possibilité aux enfants de s'approcher, mais avec un style que les enfants aiment. Sur ça, on doit faire beaucoup plus de travail, parce que je crois que quand on a ramassé toutes les publications ensemble, on a vu qu'on en a certains, mais on a eu des difficultés. Il faudra sensibiliser plus les caricaturistes, les blogueurs, des gens qui puissent travailler avec nous pour améliorer encore plus ce type de production et de communication child-friendly. شكرا على إنصاتكم. هذا الرابورتاج هو من إنتاج أطفال جمعية بيتي